طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الأمسية المباركة من أمسيات ويبينار دي اكسين الشرق الأوسط. ويسرنا طبعا في البداية أن نتقدم بجزيل الشكر لجميع الإخوة والأخوات الذين قدموا محاضرات خلال الأيام والأسابيع السابقة، والذين أثروا بها يعني الساحة الدكسينية، واستفاد منها العديد من أعضاء ديكسين حول العالم. ويسرنا اليوم أن نلتقي بقائدة من قادة ديكسين في الكويت وفي الشرق الأوسط، الأستاذة أسماء عيسى، وهي غنية عن التعريف. اليوم راح تقدم لنا بإذن الله محاضرة بعنوان ديكسين غيرت حياتي، وديكسين غيرت حياة الملايين حول العالم. تفضلي أم عبد الله، موفقة إن شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا يا استاذ ادم على هذه المقدمه، وانا سعيده جدا اني التقي فيكم مره اخرى عائلتي الدكسينيه. فعلا انا حبيت اختار هذا الموضوع بانه دي اكس ان غيرت حياتي. دي اكس ان غيرت حياتي لعده مفاهيم. اولها خلينا نعرف ليش دي اكس ان تعطي اكثر من حريه. تمنحنا اربع حريات، هي الحريه الصحيه والحريه الماليه وحريه السفر والترحال والعلاقات الاجتماعيه. يعني تحدثنا كثيرا عن السفر والترحال والعلاقات الاجتماعيه، ونحن الان كما يعني تشاهدون ايضا مجتمعين عبر برنامج الزوم وعبر الفيسبوك، فهذا اكبر تجمع اجتماعي. فدي اكس ان لا تتحدث عن شعارات فقط، انما تتحدث عن اشياء حقيقه وقد لمسناها وما زلنا نلمسها. لكن في حديث اليوم سوف اركز على موضوع كيف غيرت حياتي من الناحيه الصحيه، وان شاء الله تغير حياتنا وحياتي أيضا من الحرية المالية. قال الله عز وجل في كتابه الحكيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لربك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. وأيضا في الحديث الكريم قال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة أن تظهر ظهر الغنى، ومن استعفف يعففه الله، ومن يستغني يغنيه الله. إحنا وجودنا في هذه الحياة كما ذكرت هذه الآية أن نعبد الله، ومن خلال العبادة أيضا نحتاج مقومات حتى نحقق هذه الحقيقة. فيعني دائما احنا اجسادنا هذه امانة علينا. خلينا نشوف يعني كيف هذه دي اكس ان غيرت حياتنا واضافت لهذا الشيء، بانه كيف ان هذا الجسد يكون امانة ونقويه للعبادة، وايضا بكسب المال الحلال من خلال دي اكس ان. منتجات غيرت حياتي دي اكس ان مقسمة إلى مكملات غذائية، عناية شخصية، مشروبات وأغذية، ومنتجات العناية بالبشرة. المكملات الغذائية طبعاً المتعارف عليها ملك الأعشاب وملك الأغذية، فطر الريشي. امتازت شركة دي اكس ان بهذا الفطر. احنا لم نخترع شيء، يعني فطر الريشي، فطر الريشي متواجد في العالم ومنذ هذه الخليقة من 1400 سنة، وكان يعني الأوائل يعرفوا قيمة هذا الغذاء وهذا الفطر، فهو موجود. وكذلك الأسبرولينا من أقدم النباتات الموجودة في أيضا على الأرض، وكانت متعارف عليها في تشاد، بلد تشاد، وأيضا عصير النوني اللي معروف في المناطق الاستوائية، وعرف الأسد أيضا هو فطر متواجد على الأرض، وصديق التخسيس الذي يحتوي على 24 عشبة وأيضا غذاء.
فمنتجات دي اكس ان هي ليس اختراع، ليس من صنع الشركة، إنما تمتاز، يعني الله سبحانه وتعالى أودع في بعض الأغذية يعني فوائد في بعض في فواكه مختلفة، مثل ما احنا كبشر نتفاوت من شخص إلى آخر، نتفاوت في يعني في ذكائنا أو في أرزاقنا، أيضا سبحان الله هذه الفواكه وهذه الأغذية الله سبحانه وتعالى أودع فيها مجموعة من الفوائد. ففطر الريش يحتوي على أربعة لا يقل عن أربع، يعني قبل 10 سنين كنا نقول 350 فائدة، الآن تم اكتشاف 450 عنصر غذائي متوافر في فطر الريش. فطر الريش من مميزاته أنه يطرد السموم، يجدد الخلايا، ويزيد نسبة الأكسجين في الجسم الذي يعطي الحيوية والنشاط للجسد. الأسبرولينا أيضا غنية بالفيتامينات، هي مليئة بالبروتين النباتي، مليئة بالمعادن، نباتي وأيضا ممتاز جدا للعظام. راح افتح لك المايك وتتكلمي، اوكي؟ يعني هذه المنتجات الفطر الريشي والطحالب الأسبرولينا، احنا دائما بنسمي فطر الريشي الملك، وفعلا يستحق هذه منا هذه التسمية لما له من فوائد ولما له من عناصر غذائية عالية. وكذلك الطحالب البحرية كنا نسميها الملكة لاحتوائها على المعادن وعلى الفيتامينات التي يحتوي يعني التي تمتاز بها. عصير النوني الغني بالأنزيمات الهاضمة لا يقل عن 200 أنزيم هاضم يحتوي على هذا العصير، غني جدا بالكولاجين للبشرة، ممتاز جدا للمفاصل، فهو غذاء صحي متكامل، ممكن أيضا يعتبر من الأغذية الشمولية وأيضا الأغذية السوبر. عرف الأسد صديق الجهاز العصبي، ممتاز جدا للمعدة وللدماغ وأيضا لتقوية يعني العصب البصري. فغيرت حياتي من مبدأ، أنا شخصيا أتكلم عن تجربتي، إحنا دائما بنقول يعني في منتجات دي اكس ان، هذه المنتجات يعني نتناولها يوميا حتى نزيد الطاقة ونزيد الحيوية في أجسادنا. ففعلا أنا مما بدأت أتناولها، يعني الحمد لله لا أعاني من أمراض، لكن هو مرض العصر دائما اللي هو التعب والإرهاق والضغوطات. طبعا في ناس كثير يقول لك طيب الأوليين ما كانوا يشعروا بهذه الأشياء لأنه كانت أغذيتهم نقية صافية، ما كان مضاف إلها أي أشياء. فوجدت يعني وجدت دي اكس ان هذه المنتجات لما نحن نعاني من 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 ضغوطات ومن مشاكل حياتية. فمنذ يعني بدأت من 13 سنة وأنا أستخدم هذه المنتجات، وجدت يعني فائدة كبيرة على صحتي، صحة أولادي، صحة المحيطين. يعني من التجارب اللي حصلوا عليها كانت كبيرة كثير، إن شاء الله اليوم راح أشارككم في أحد التجارب وتسمعوها أنتوا شخصياً. ففطر الريشي أنا يعني من المغرمين واللي أحرص عليه يومياً، ملعقة من فطر الريشي مع كوب من عصير المورنزي وملعقة من عرف الأسد وملعقة مع الأسبرولينا، وأفضل أن أشرب الأسبرولينا مع عصير الليمون لسهولة امتصاصها في المعدة. فهي غيرت حياتي من ناحية الصحية، ورح نتحدث كيف هي كاين أيضا إضافة مالية ممكن تكون لي هذه المنتجات. منتجات أيضا أريد أن أضيف نقطة على المكملات الغذائية، بما أن احنا قلنا إن على جسدك عليك حق، فنحن حتى نتقوى للعبادة وأيضا يعني نعبد الله حق عبادته، نحتاج أيضا أجساد قوية، ونحتاج أجساد أيضا يعني خالية من أي مشاكل حتى أقوم في عبادتي يعني على أكمل وجه. والله سبحانه وتعالى يحب المؤمن القوي، فهي يعني عنصر مساعد، يعني أنا هذا الجسد الذي سبحان الله
الله سبحانه وتعالى أعطاني أني أحافظ عليه وأمده في المنتجات وفي الأغذية الصحية اللي الآن المنتشر الزيوت المهدرجة وكل الأغذية الغير طبيعية التي مضاف إلها محسنات وكيميائيات التي لا تصلح للجسد البشري، ومع الوقت قد تؤذي الجسم وأيضا تسبب له مشاكل. جسدنا أيضا اهتمام من الداخل يحتاج الاهتمام من الخارج. أنا شخصيا هذه المنتجات أحب أتناولها صبح الباكر يعني بعد الصلاة مباشرة، يعني قبل أي فطور، ففعلا مجرد ما أخذها تعطيني نشاط وحيوية قبل ما أذهب إلى دوامي، أشعر بالنشاط. لهذا السبب أنا أستشعر بها بأنها غيرت حياتي. المايكوفيجي أحرص عليه في تناوله، أنا شخصيا أحب أخذه يا إما على الغداء مع الشوربة أو يكون وجبة عشاء خفيفة لاحتوائه على جميع العناصر. الناس كثير بتقول عنه أنه صديق للتخسيس، هذه المنتجات كلياتها أنا اللي أقدر أتحكم فيها. منتجاتنا ليس خاصة للتخسيس أو للتسمين أو لأي شيء، هي منتجات غذائية ذات عالية الجودة مفيدة للجسم. طريقة استخدامنا إلها، طريقة استهلاكنا إلها هو الذي يحدد كيف ممكن تفيدنا. الأسبرولينا مليئة بالفيتامينات والمعادن، إحنا بنحدد إذا كنا حابين نعمل نظام غذائي للحمية الغذائية لأنه نحافظ على جسمنا، أقدر أخذها أقلل من أكلي مع الأسبرولينا، مفيدة جداً، ما بتخليني أخسر أي معادن، مفيدة جداً أيضاً للسيدات دائماً اللي بيشكوا من تساقط الشعر، مشاكل البشرة، الأظافر، العظام. أنا إلي تجربة يعني جداً يعني قوية مع الأسبرولينا والعظام، ممتازة جداً لبناء العظام. العصير المورنزي، عصير المورنزي مفيد جداً إن كان من ناحية تجميلية، مليء بالكولاجين للبشرة، وأيضاً ممتاز بيعمل بالانس للهرمونات. فأنا لما أستخدم هذا المنتج لمشكلة معينة حبيت أستخدم هذا المورنزي أزيد الكمية. فإذاً هي المنتجات منتجات عالية الجودة مغذية، استخدامها طريقة استخدامها هو يحدد إن كان أنا حابب أحافظ على جسدي وحافظ على قوامي وإني أخسر وزن أو أزيد وزن، هذا يتعلق في نظام الغذائي. اهتمينا من الداخل في يومنا، ننتقل إلى العناية الشخصية والعناية الجسدية. أنا في يومي بعد ما أصحى وأكل أخذ المغذيات وأشعر يعني بنشاط وحيوية، أستعد إلى يعني قبل ذهابي إلى دوامي أو ممارسة حياتي. ما في حد فينا إلا ما بيقوم الصبح برشي أسنانه، بيستخدم الصابون، هذا أقل شيء ممكن نستخدمه في حياتنا. فإذا هي غيرت حياتي، أي نعم، صابون مكونة من 30% من فطر الريشي، 70% من زيت النخيل. معروف زيت النخيل يحافظ على رطوبة ترطيب البشرة. من مميزات هذه الصابون إنها خالية من الكيماويات، تحافظ على الزيوت الطبيعية في البشرة. أيضا هي مفيدة جدا للاستحمام، أيضا للجسم، مفيدة للبشرة. يعني أنا عند استخدامي إلها رح ألاحظ ترطيب عالي في جسمي وفي بشرتي. الصوابين الأخرى مع الاستخدام المتكرر ممكن يسبب جفاف، لكن هذه الصابونة بالذات تعطي ترطيب عالي للبشرة. معجون الأسنان معجون جدا رائع، له فوائد عديدة. من أبرز هذه الفوائد إنه بيقوي اللثة، يوقف النزيف. إذا في أي مشاكل في الأسنان، سبحان الله، يعني من أول استخدام بيشعر، يعني كل شخص مستخدم لهذا المعجون يشعر بالفائدة من أول استخدام. معطر للفم يتكون من 30% من فطر الريشي وأيضا من النعناع وأيضا من منتجات صحية أيضا مناسبة للجسم. طبعا احنا بنقول انه منتجاتنا صحية، ما بنقدر نقول انها كلها اورجانيك،
أورجانيك اللي هي فطر الريشي والأسبرولينا لأنها بيور، لكن المستلزمات الشخصية لازم يدخل فيها مادة محسنة، ولكن الشركة حريصة بأنها تضيف منتجات صديقة للبلد ولو حتى بنسبة 1%. بعد استخدام الصابون، استخدام معجون الأسنان، ننتقل على غسول الجسم والشامبو الشعر. من مميزات شامبو الشعر بأنه يوقف التساقط، إذا في أي مشاكل مثل القشرة أو مشاكل في الشعر، تقصفات، مفيد جداً لأنه مضاف له فطر الريشي. كذلك غسول الجسم ممتاز جداً إذا في أي مشاكل من الفطريات أو في الجلد، يحافظ على هذه يعني ينظفه تنظيف تام. إحنا بنلاحظ إنه أغلب هذه المنتجات مضاف إلها فطر الريشي، وهذا ما يزيد القيمة للمنتجة. أيضاً بعد الاستحمام بدنا نضيف نعطر الجسد ببودرة التلك، أيضاً مضاف إلها فطر الريشي، تشعر بالانتعاش وطوال اليوم من خلال البودرة. إحنا أكيد نسمع بدون ذكر أسماء أنواع كثيرة من البودرة سحبت من السوق بسبب المواد المسرطنة اللي مضاف إلها. الحمد لله إنه الشركة يعني منحتنا منتجات مفيدة يعني للجسد، خالية من الكيماويات، أو خلينا نقول كيماويات صديقة للجسد، ممكن إنه إحنا يعني ما تأذي الجلد. نضيف أيضا الزيوت، زيت المساج. زيت المساج مفيد جدا للتشققات القدم، المناطق الجلد، إذا في أي تصبغات أو أي مشاكل في الجلد، للأظافر، للتساقط أيضا يستخدم. استخداماته عديدة، مكون من 30% من فطر الريشي وأيضا 70% من زيت النخيل. وزيت النخيل غني جدا بفيتامين إي، مفيد جدا لصحة الجلد. كريم الشاي، وما أدراك ما كريم الشاي، هذا الحجم الصغير اللي كثير ناس بتقول معقول هذا الكريم له فوائد لا حصر له، مفيد جدا للقرصات، إذا في أي مشاكل للحبوب أو حساسية، مفيد جدا لتعب القدم للوقوف، يعني مثلا إذا في حد يوقف في فترة طويلة بيسحب الألم من القدم أو أي مشاكل، أو إذا في مشاكل بالمفاصل. دم يعني خلط كريم الشاي مع زيت المساج، وضعها على المفاصل بيريح الأوتار والمفاصل. فلما أقول منتجات غيرت حياتي وكيف أبدأ بها صباحي، مثل ما ذكرنا يعني أنا من أول ما أفتح عيني إلى أني أروح لا دوامي، أخذت مغذياتي وأيضا استخدمت العناية بالبشرة. إذا جاوبنا على كيف بدأت صباحي معها كما ذكرنا، ولماذا؟ لأنها استلزام يومي، يعني ما في بيت بيخلى من هذه المنتجات، وما في حد يعني بيستغني عنها. كل هذه الأشياء الموجودة اللي وفرتها الشركة يعني ما في بيت بيخلى منها. وهذا الذكاء، هذا الذكاء لأني أنا الآن بدأت أغير بقالتي بكل سهولة. غيرت حياتي، لأني بدأت بدل ما أذهب إلى السوبر ماركت العادي، لا، بذهب إلى شركتي التي عملت فيها عضوية وعملت فيها كرت خصم، إني بروح أخذ المنتجات بأخذها يعني وأنا مرتاحة، مو محتاجة أسأل كثير أسئلة، لأنها يعني غنية بمنتج اسمه فطر الريشي، وفي منتجات أخرى حتى لو لا يتوفر فيها فطر الريشي، ولكن أيضاً أغذية متعارف عليها. وأيضاً استلزامات مثل كريم الشاي هو خلاصة شجرة الشاي المعروف، لكن يعني هو غني عن التعريف. بعد ما أنتهي من الاستلزامات الشخصية، عندي أيضاً المنتجات العناية بالبشرة. منتجات العناية بالبشرة، طبعاً إحنا ما بدنا فقط نخصص السيدات، هذه العناية تنفع للسيدات وأيضاً للرجال.
الألوفيرا، الألوفيرا غنية جدا بالترطيب العالي، فأقدر استخدمها يوميا. هي عبارة عن غسول وتونر وكريم ليل وكريم نهار، بقدر استخدمهم. فأنا عندي أصبحت مجموعة متكاملة، وعندي كريم الجسم اللي غني بالألوفيرا وزيت الجوجوبا. فإذا أنا بعد يعني الاستحمام أو بعد انتهائي من الشاور على طول بقدر أستخدم مجموعة الألوفيرا اللي هي متكاملة. عندي بديل إلها إذا ما محتاجة أستخدم المنتج الألوفيرا، عندي زيت تشابي أويل، زيت من خلاصة زيت المرة، ممتاز جدا للجسد، بيعطي استرخاء، بيعطي نعومة للجسد، أيضا ممكن يضاف للبشرة، يضاف للشعر، غني بفيتامين A وE، لأنه أيضا غير زيت المرة مضاف له أيضا جنين القمح وزيت دوار الشمس، نبتة دوار الشمس. فعندي هذه المنتجين اللي أقدر أستخدمهم مباشرة بعد، أيضا أكمل يومي قبل ما أطلع على دوامي أو أبدأ يومي في العناية الجسدية، وبعدين ننتقل إلى زيت جوز الهند. زيت جوز الهند يعني بيحتاج محاضرة كاملة من كثر ما هو يعني له فوائد. زيت جوز الهند الدكسيني هو عضوي 100%. دائما نتعرض لسؤال بانه موجود بالسوق زيت جوز الهند، في متوفر يعني شركات بتوفر هذا الزيت ومتوفر، ليش يعني انا اخذه من الاكسن؟ يعني بكل فخر كل شخص اخذ استخدم زيت جوز الهند من شركات اخرى رجع واخذ زيت جوز الهند من دي اكس ان وقال انا شعرت بالفرق، ان كان بالناحيه الصحيه مفعوله سريع او ان كان من الناحيه التجميليه. زيت جوز الهند من ناحيه التجميليه انا شخصيا يعني لي تجارب كثير فيه. من ناحيه الشعر انا بعمل فيه ماسكات 3 مرات بالاسبوع، ممكن اضيفه لوحده. دائما الشعر مع اضافه الزيوت ملمس الشعر بيصير ناشف، سبحان الله. إلا زيت جوز الهند لما ينضاف على الشعر، ينضاف على فروة الرأس، بيعطي نعومة وبيعطي طراوة، فعجيب جدا. ممكن تضيفيه مباشرة بدون قبل الحمام بنص ساعة أو قبل بساعة، ممكن مرة ممكن نخلط مع الألوفيرا الطبيعي أيضا مقوي ومنبت للشعر. ممكن أيضا أضيف إلو زيت المساج اللي هو متوفر في الدي أكسين لأنه غني زيت النخيل وفطر الريشي، بيمنع تساقط الشعر، لكن نحرص أنه يكون بمفرق الشعر، ما يجي على فقط على الفروة حتى يمنع التساقط ويكون فقط في ناحية البصيلة. فزيت جوز الهند ممكن تضيفي عليه إضافات عديدة للشعر، لو استخدمتيه لوحده رح تلاقي الفرق يعني فعال، ما في حد استخدمه ويعني كانت عنده تجربة سيئة، بالعكس كانت تجارب مرضية بشكل كبير. زيت جوز الهند مفيد جدا لصحة الجسد، اللي كان من ناحية تجميلية ممكن ينعمل منه صنفرة، ينضاف له كل المنتجات الطبيعية مثل قشر الليمون، الزنجبيل، فرك الجسد فيه، فهذا بيعطي رائحة وأيضا جسد يعني ملمس ناعم. زيت جوز الهند أيضا يستخدم مزيل للمكياج بالذات لمحيط العين، لأنه ما بيأذي وممكن يزيل أي يعني شوائب من الكحلة أو من المكياج بكل سهولة. قبل النوم لو وضعنا براحة اليد فنفرك فيه ونضع على بشرة على البشرة، تصحي الصبح سبحان الله وكأنه ملمس بشرة البيبي، بيعطي طراوة وبيعطي نضارة عالية. أيضا مفيد جدا للأظافر، مفيد للتشققات الأقدام، يعني فعلا دي اكس يعني زيت جوز الهند الدكسيني له فوائد كبيرة. إن شاء الله نحاول نخصص محاضرة فقط
لزيت جوز الهند من كثر ما هو له فائدة. أنا حبيت يعني تكون أتحدث عن المنتجات من باب التجربة، ما عم بعطي حقائق يعني أو أذكر الألمنتس، لأنه حب يعني حابة تكون إنه أعطيكم تجربتي بإيش أنا استخدمت هذه المنتجات وكيف استفدت منها. المنتج اللي أنا صراحة كتير بحبه اللي هو مجموعة الجانوزي. مجموعة الجانوزي في ناس كتير بتفكر إنها استخدام يومي. الجانوزي الاستخدام اليومي هو فقط السيرم، السيرم هذا اللي أنتم شايفينه الصغير المايكرو، هذا استخدام يومي من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم. طبعاً هو عبارة، هذه المجموعة هي مكونة من خلاصة سبع زهرات، وأيضاً المكون الأساسي فيها خلاصة الجانوديرما والخميرة اللي تعطي امتلاء للبشرة وشد وأيضاً تعبئة للخطوط الدقيقة اللي تبدأ في البشرة. هي عبارة عن غسول وتونر. للناس المبتدئة اللي دائماً بتستخدم هذه المجموعة، أنا أنصحها دائماً تستخدمها مرة بالأسبوع، لأنها تنظيف عميق، تنظيف عميق جداً للبشرة. لكن مع استخدام الصابون واستخدام السيرم بشبه يومي رح تلاحظي الترطيب العالي في البشرة. بعدين تقدر تزيدي الغسول والتونر، بعد أسبوع أسبوعين تقدر تستخدمي مرتين بالأسبوع إلى ثلاث مرات. فإذا مجموعة الجانوزي هي مجموعة تنظيف عميق. عندنا مجموعة الألوفيرا هي الاستخدام اليومي، مجموعة الجانوزي نقدر نستخدمها مرة إلى ثلاث مرات ولكن بالتدرج، السيرم فقط هو اللي يستخدم بشكل يومي للترطيب العالي ويعني معالجة البشرة. منتجات دي اكسن أيضا غنية بالمشروبات اللي هي القهوة، أنواع القهوة تتوفر يعني في دي اكسن مجموعة من القهوة، لكن في الشرق الأوسط تقريبا ست أنواع، أشهرها القهوة السوداء. القهوة السوداء الغنية اللي دائما متعارف عليها بأنها يعني ممتازة جدا للحمية الغذائية، هي ممتازة جدا للحمية الغذائية لأنه الكافيين بطبيعته أصلا هو بيحرق الدهون، وأيضا بيساعد على عملية الحرق. فالناس دائما بتفتكر إنه هي للتخسيس، هي في الحقيقة قهوة عادية ولكن قهوة صحية قليلة الكافيين، مضاف إلها 2% من الفطر الريشي. 2% هذه لا تستهينوا فيها، يعني بتعمل أشياء كثيرة لأنها بتعطي نوع من الشبع، بتحرك الدورة الدموية في الجسد، ففي النهاية بتعطي نوع من الشبع وسد الشهية. فأنت من خلال استخدامك لهذه القهوة تقدري تتحكمي في غذائك، وإن كان بدك إياها للحمية الغذائية أو إنه أنت بدك تتحكمي في غذائك اليومي. أيضاً عندنا أنواع أخرى مثل الـ 3-in-1 Light، وعندنا القهوة اللي هي العادية فيها أيضاً المبيض ولكن بأقل نسبة، وأيضاً القهوة اللي بدون سكر فيها مبيض بس بدون سكر. القهوة اللي بيميز القهوة الدي اكس ان إنها خالية يعني قليلة الكافيين، ماش نقول خالية، قليلة الكافيين، مضاف إلها السكر الكريستالي الغير مكرر. وطبعا الناس كتير تقول لك طب فيه سكر، طيب إحنا أصلا في حياتنا اليومية نحتاج إلى طاقة، نحتاج إلى إنرجي. الرز أو الكربوهيدرات اللي بناخدها أيضا تتحول إلى سكريات، فأنا لما أشرب هذه القهوة وأخذها بكميات محدودة اللي بيحتاجها جسدي، لأنه إحنا كمان ما بنقدر نقطع الجسد من أيضا الطاقة أو الكربوهيدرات أو السكريات، فلما نتناولها بكميات معتدلة جسدنا أيضا رح يستفيد منها. ولا تنسوا إضافة 2% من الفطر، لو كان في أي مشاكل من القهوة أو من الكافيين أو من أي مسببات أخرى، 2% من الفطر راح يطرد هذه المشاكل، بالإضافة إلى الحليب المتواجد فيها. أنا شخصيا الحريصة جدا، يعني من أحد الأشياء اللي بحرص عليها في يومي أني أشرب القهوة، قهوتي الصباحية 3-in-1 Light هذه مشروبي المفضل،
الحليب المتواجد فيها حليب نباتي، والحليب النباتي هذا ما بيأذي المعدة زي أي نوع حليب آخر. فهذا اللي كان بيميز يعني هذه الأنواع من القهوة. وأيضاً عندنا مشروب الكوكوزي معشوق الأطفال، وأيضاً معشوق الكبار اللي نستخدمه في المحليات، نستخدمه أيضاً في غذائنا يعني في حلوياتنا، أو إضافته لأي أطباق من الأطباق اليومية. ف DXN غير منتجات DXN وعالم DXN غير حياتي. نعم غير حياتي، لأني أنا من أول يوم أخذت مما بدأت يومي في الصباح استخدمت المنتجات المغذيات، واستخدمت المنتجات الصحية من الخارج أيضا، حافظت على جسدي من الخارج. فأنا فعلا غيرت حياتي، أخذت نظام صحي متكامل، حافظت على جسدي متكامل. النظام الثاني هو النظام المالي. إحنا في حياتنا ما ممكن نكون عالة على الآخرين، لازم نعمل، لازم نكسب، لازم نكسب ماليا، لازم نشتغل. طبعا في ناس كتير يقول لك طيب إحنا بناخذ وظيفة، أنا شخصيا موظفة، صار لي فترة موظفة، لكن وجدت في النظام المالي تبع DXN هو نظام مانح، نظام مريح. أنا لما عرضت علي فكرة DXN عرضت علي كفكرة مالية في البداية، لكن لما شفت الأول ما شفت المبلغ الزهيد يعني استغربت، لكن ما شدني النظام المالي قبل الصحي. يعني أنا داخل عشان النظام المالي، لكن شدتني الصحة أولا. فلو في DXN إحنا دائما بنقول أول شيء رح تتعرف عليه هو الصحة، بعدين رح تبدأ تستشعر النظام المالي، مع الوقت رح تستشعر الحياة الاجتماعية ما في DXN، الناس والعالم اللي بتبدأ تتعرف عليها في عالم DXN. وأنا دائما أقول كل واحد يقبل في فكرة DXN فهم أصحاب العقول الراقية. DXN ما بتكلفك شيء، DXN مجرد إنك بتبدل بقالتك من بقالة صناعية إلى بقالة صحية. هتقولي طيب ما في منتجات صحية موجودة في الأسواق، أوكي روح اشتريها، لكن ما فيها عائد مادي، أو هل أنت بتقدر على هذا المنتجات؟ يعني في فرق. الأعضاء الجدد أول ما يجوا بيقولوا لي طيب يعني هل هي متناول اليد، وهل هي أسعارها مناسبة؟ ردي بيكون عليهم إنه إذا بدنا نقارن الجودة أي نعم سعرها مناسب وزيادة كمان، لكن إذا بدك تقارني سعر فقط ما أقدر أجاوبك، وإذا بدك تقارني جودة فقط ما رح أجاوبك أيضا. أنت لازم تدمجي الجودة مع السعر، سعرها متناول باليد على جودتها. منتجات DXN عالية الجودة، ومع الوقت رح تبدأ تاخذ هذه المنتجات مجانية، يعني ما شاء الله أعداد كبيرة من أعضاء DXN بياخذوا منتجاتهم مجانا، وأيضا فوق المنتجات ربح مالي. طبعا نظام DXN بيعطي ترحال وسفر، هذه طبعا مرحلة متقدمة لكنها مش صعبة. في ناس كتير يعني حققوا هذا الشيء خلال سنة، خلال سنتين، أنت وجهدك في عالم DXN. DXN مفهومها بأنه تشتغل بذكاء، لازم تتعلم، تجرب أول شيء، وتبدأ تتعلم عن هذه المنتجات، وتبدأ تشارك، وبعدين تبدأ تبني فريق متكامل. نظام DXN الكل رابح، أنت رابح، والناس اللي بتدلها أيضا ربحانين، والشركة أيضا رابحة، لأنها تقوم على مفهوم التعاون، على مفهوم التكاتف. يعني هي عبارة عن أنك تدل يعني بالكلمة شفاهة، لا تحتاج رأس مال، ما في مجازفة مالية. في كثير من الأعضاء يقول لك طيب أنا حروح أشتري مثلاً 10 منتجات وخليهم عندي البيت، أنا أقول له لا، هذا مو هذا مفهوم DXN. DXN وجدت حتى أنت تقدر تتكلم عن هذا المنتجات، واللي بيحتاج المنتجات موجودة بالأسواق بيقدر يروح يأخذها، لأنك أنت لو شريت المنتجات وكدستها عندك في البيت ما حققت النظام الحقيقي لـ DXN. DXN مثل ما قلنا بدون رأس مال، ما في جاسف مالية،
ما بتحتاج محل أو مخزن، لأنه الشركة وفرت لك المحلات. موجودين إحنا في 85 دولة، وكل دولة لا يقل عن 3 إلى 4 أفرع. الكويت لوحدها فيها 3 أفرع بدون رأس مال للعمل أو عمال. أنت فقط تبني فريق، تبني أهل معك. يعني مع الوقت فريقك رح يكون مثل الأهل، يومياً أنت رح تتباحث معاهم، يومياً أنت رح تتكلم مع هدول الأشخاص. فتبدأ العلاقات الاجتماعية يعني تصير أقوى. ما بتحتاج أنت مؤهل دراسي، ما بتحتاج شهادة، لكن لو عندك مؤهل دراسي أو شهادة تخدم هذا العمل، راح تكون يعني راح تحقق أرباح أكثر. ليش؟ لأنك حتوظف علمك، وراح توظف الشيء اللي أنت دارسه أو الشيء اللي أنت بتعرفه في خبرتك للدي أكس إن، وممكن تنجح. ممكن تمارس عملك في الدي أكس إن بدون أن تترك وظيفتك الحالية. إذا أنت موظف أيضاً هذا ممكن يكون سايد جوب، ممكن يكون عمل إضافي. التحكم في وتيرة العمل، دائماً إحنا من نادي بأنه نظام المالي تبع دي أكس إن هو حرية المكان وحرية الزمان. أنا ما بحب في الصبح أروح الدوام، ممكن أنت تعمل بالمساء، تنام الصبح تعمل بالمساء، تستعمل الصبح تنام بالمساء، هذا إشي بيرجع لك. بدك تشتغل ساعة ساعتين أيضاً، هذا إشي بيرجع لك. لكن عدد الساعات والمجهود مثل ما احنا كاتبين هون، نظام دي اكس ان هو نظام مالي مانح، ولكن يجب ان تكون مستعد. الاستعداد بانك تكون تتعلم وانك تمنح هذا العمل الوقت الكافي. انت في دي اكس ان تستثمر اموالك وتستثمر وقتك. على قد ما انت بتعطي هذا المشروع، المشروع رح يعطي. احنا بنشرع دائما في النظام المالي والخطة المالية، لكن أنا حبيت أتكلم بطريقة متكاملة، لأنه يعني نظام، يعني حبيت تكون هذه المحاضرة يعني نظرة شمولية وعامة، بأنه دي اكس ان موضوع سهل جدا، غير حياتي أنا شخصيا وغير حياة الكثيرين. وبهذه المناسبة أنا شخصيا حبيت إنه تشاركنا في هذه يعني المحاضرة أخت عزيزة علي، عضوة جديدة، تقول لنا عن تجربتها. هي انضمت حديثا للدي اكس ان، إلا أنها يعني الحمد لله أنا كل يوم بصحى على دعوة من دعواتها، بتشكر وقديش هي مبسوطة وقديش إنه حاسة بالتغيير. يعني أنت لما تغير حياة الآخرين من مجرد ما أنك أنت تعرض عليهم الفكرة ويقبلوها وتشعر بهذه التجربة، هذا أكبر إنجاز، هذا أكبر تغيير، أنك أنت تغير حياة الآخرين. أنت ما بتجبر حدا أن يغير حياته، لكن أنت بتعرض الفكرة وهو ممكن كيف يتقبلها. فإحنا مجرد نعرض الفكرة، ولكن طريقة عرضنا للفكرة لازم تكون صحيحة وبسيطة. فمثل ما شفتوا أنا ما تطرقت لأشياء يعني معقدة، حبيت أنها تكون بسيطة سلسة، وحبيت أشارك أيضاً أختنا، تشاركنا معنا أختنا منى الخطيب محافظ، أنا بسميها ملكة المورنزي، من أحد المنتجات اللي بتعشقها يعني هذه المنتجات. فياريت أخت محافظ تشرفينا وتقولينا تجربتك، حياك الله معنا. افتح المايك بعد اذنك محافظ. انميوت اوديو. استاذ ادم بس بعد إذنك تفتح المايك من عند الأخت منى. مفتوح لها المايك. مسكر. مفتوح الآن تقدر تتكلم.
معها المايك مع المايك والكاميرا تقدر تشغلهم. أستاذ محافظ الو هيك سامعيني؟ نعم تفضلي محافظ. تفضلي. لا السلام عليكم، معكم منى الخطيب. أنا كنت مساعدة مدير رئيسة قسم في بنك في اي بي سي جوردن، وطبعا بعد هيك تزوجت واجيت على الكويت، وكنت محاسبة في انجلش بلاي جروب في سلوى، وكمان في كويت انترناشونال سكول بحوالي. بعد هيك أنا بدأت أتوجه للعمل الحر اللي هو بيعطي حرية مالية وبيعطي حرية بالوقت. طبعا أنا مرقت بظروف صحية خلتني إنه كنت مش إيجابية بهداك، عرفت على أستاذتنا السيدة اسمها عيسى، وشفت وأخذتني على الشركة، كان في لقاء موجودة أستاذتنا هدى طهماز والسيدة زهرة جمعة وأكيد أستاذنا الكبير آدم دفع الله. لما رحت أنا على الشركة اللي عجبني في الشركة اللي هو روح العائلة والروح الإيجابية اللي بتشعب بالإنسان، فأنا كنت عندي اهتمام إنه أفيد صحتي الصحة لعائلتي لأسرتي الكبيرة الوالد والوالدة زوجي أولادي وصحتي أنا شخصيا. طبعا الأفاضل نصحوني إنه أبدأ أنا شخصيا أستخدم المنتجات، فأنا عملت بنصيحتهم واستخدمت المنتجات، منتجات دي إكس إن فعلا غيرت حياتي. بدأت أشعر بتحسن ملحوظ، يعني أنا كانت حالتي الصحية كريتيكال، ومن بعد ما استخدمت المنتجات وصارت أسلوب حياة، هلأ صحتي اختلفت 180 درجة، بحيث إنه اللي حوالي بلشوا يلاحظوا محافظ منى شو عم تستخدمي؟ أنا صرت أحكي لهم اللي هو الجزء من الشركة وسياستها اللي هي إنه إحنا بنوزع تجربتنا كمستهلك حكيم على من حولنا. بأول شيء بدينا بالأقارب والأهل اللي أكيد دعمونا واستخدموا المنتجات زينا وأكيد استفادوا منها. فأنا بقولكم إنه منتجات دي إكس إن غيرت حياتي وصارت أسلوب حياة. المورينزي طبعاً ما بستغني عنه، فطر الريشة، سبايرلينا، عرف الأسد، مايكوفيجي، كل المنتجات عم باخدها. وطبعاً منتجات العناية الشخصية صرت ما بستغني عنها، يعني بدلت بقالتي بالكامل. لما بدلت بقالتي بالكامل حتى منتجات العناية، الشامبو، الرغوة، أحمر الشفاه، معجون الأسنان، القهاوي كلياتها صحتي اختلفت 180 درجة. وبما أني أنا بدأت بصحتي وكانت إلها أثر فظيع، فالكل اللي حوالي بلشوا يقتنعوا من هذا الكلام وصاروا يسألوني منى شو عاملة، وبدأت هذا المشروع اللي هو صحة وثراء بالفعل. وطبعاً إحنا كعائلة واحدة بدي إكس إن، بما إني أنا جديدة، كل الدعم وكل المعاونة والمساعدة والمعلومات كانت تقدم لي. الأطباق اليومية فغير منتجات دي إكس إن وعالم دي إكس إن غير حياتي. تفضلي أستاذة. نعم تفضلي. منتجات، فأنا الآن منتجات دي إكس إن كاملة موجودة عندي بالبيت على طول. أنا ما بستخدم غير منتجات دي إكس إن، من معجون الأسنان للصابون لأحمر الشفاه لزيت القانو لكريم الشاي لمجموعة القانوزي مجموعة النساء لمجموعة الأوليفيرا لزيت التشوبي أويل للباودر، وطبعا أكيد المورينزي على زي ما قالت مدام أسماء أنا ملكة المورينزي. يعني لها تجربة كبيرة بالمورينزي، أنا كل ما أحكي معها شو عم تعمل لي بتشرب عصير المورينزي، لأنه فعلا وجدت فيه حلول كثيرة. منى إحنا كثير فخورين فيكي رغم حداثة انضمامك،
يعني ما شاء الله عليها قريبا راح تكون ستار روبي. استاذة منى، استاذة منى يعني عم تعمل بجد وبحب، هذه الرسالة الحقيقية في دي اكس ان، انك تعمل وانت مستمتع، ما عم تعمل وهي متكلفة. اصلا هي بتحب التجارة، فبالبداية مثل ما قلنا بدأت بصحتها، وبدأت مع الوقت تستمتع تقول والله في يعني موضوع التجارة يعني ماشي معاها يعني. وكيف كيف تجربتك يا أستاذة منى مع العائد المادي ولو إن كان بسيط، بس هل استشعرتي بأنه ممكن يكبر ويصير إلى اللي أنت بتطمحي إله إن شاء الله؟ ببداية زي ما تفضلتي أستاذتنا الكبيرة أسماء، طبعا بالأول بيكون العائد المادي قليل، لكن مع الوقت ومع الجهد كل إنسان وجهده بيبدأ العائد المادي يزيد، بيبدأ الحماسة تزيد، وبيصير يحس الواحد انه دي اكس ان جزء لا يتجزأ من حياته وكلامه طول النهار، وين ما رحتي وين ما جيتي عم تستخدمي منتجات دي اكس ان. بالسيارة انا حاطة زمنت معي، قهوتي السودا او الانواع التانية بترافقني كل مكان، حتى ان شفت اي احد انا استبدلت انواع قهوتي كلياتها اللي كانت بالقبل اعاني منها وما اقدر استحملها بالقهاوي الصحية اللي فعلاً وجدت مفعولها السحري، لدرجة إنها صارت معشوقتي، صارت ما أقدر إلا وين ما أروح أحكي عنها وأحطها بشنتتي، رفيقتي الدائم. منتجات دي اكس ان صارت رفيقي الدائم كل مكان، الكريم الأوليفيرا بشنتتي وين ما أروح، المورينزي معاي وين ما أروح الصغير والكبير طبعاً في البيت. المنتجات التجميل طبعاً غنية عن التعريف، وما شاء الله أحمر الشفاه روعة. أنا بالصبح صار فطوري هو عبارة عن دي اكس ان، بالليل صار العشاء هو الروب مع المايكوفيجي، يعني صارت منتجات دي اكس ان جزء لا يتجزأ من حياتي، لدرجة انه زوجي عم بيقول لي انت صرتي منى دي اكس ان، ملكة المورينزي منى دي اكس ان. ممتاز ممتاز. يعني أنا ما بعرف الكاميرا مطفية، كنت شفتوا المنتجات المحطوطة قدامي. شغل الكاميرا أستاذة منى، أنت الآن هوست تقدر تشغل الكاميرا. شغل الكاميرا وورجينا عشاكي أستاذة منى. تقدر تشغل الكاميرا أستاذة منى؟ أيوة. ثواني أنا ما عم فيديو. يلا معلش معذور. طيب على بال ما هي تشغل الكاميرا وسوف اسمع، اول حاجه شكرا على المحاضره الخفيفه الحلوه ما شاء الله الكل يشيد بها. في على الفيسبوك ما شاء الله عدد مشاهدين كبير. واحده من الاخوات اسمها محمد بتسالك من فضلك توضيح عن الجانوزي، بس ما حكت يعني جانوزي ست ولا معجون جانوزي ولا زيت المساج جانوزي. بما انه سيده بتسالك كده تسال عن مجموعه الجانوزي. ايوه الجانوزي ست، انا يعني لانه دائما حبيت الفت انتباه الاخوات على هذه الشغله، لانه كثير من الاخوات اللي بيستخدموه بيتصلوا علي بيقولوا لي كبدايه انه شعرنا بتحسس او اشياء، بقول لهم هذا شيء طبيعي، لانه مجموعه الجانوزي تنظيف عميق، بتتكمل بتتكون من سبع زهرات ومن الجانوديرما. يعني موضوع الجانوديرما الناس مستهينة فيه، موضوع الفطر الريشي لما نقول ملك الأعشاب 450 عنصر غذائي فيه، فائدة وقيمة غذائية عالية إن كان من الداخل أو من الخارج. يعني هو عم بيجدد الخلايا، فأنت شيء طبيعي إنه كبداية تشعري بتحسس أو تشعري ب يعني تنميل أو تقشير، هو عم بيعالج هو عم بيقشر. فلهذا السبب أنا دائما بقول استخدمي الغسول والتونر، إذا كانت لأول مرة إليك استخدميها مرة بالأسبوع، لكن السيرم اللي هو المايكرو استخدمي مرتين إلى ثلاث مرات باليوم، لأنه عنده ترطيب عالي وأيضا فيه شد وأيضا بيعالج مشاكل البشرة. بلاش نورت المحافظ، بلاش نستخدم كلمة تعالج كل مشاكل البشرة. أيوة. بعد إذنك أستاذ أسماء، أنا مجموعة الجانوزي استخدمتها
وفي ناس كانت يعني مش متجاوبة معي، أو يعني لسه ما دخلت الفكرة براسها، بس شافوا التغيير اللي في شكلي. محافظ شو عم تستخدمي؟ مجموعة القانوزي. على طول طبعا المجموعة بشنطتي، جبت هاتي نجرب عشان نكون مستهلك المجموعة حكيم. الصغيرة الترافل سايز عشان يعرفوا إن المجموعة الصغيرة. أنا عندي المجموعة الصغيرة والمجموعة الكبيرة. فطبعا لما جربوها ولما شافوا الأثر على وجهنا، عشان نحن لازم نكون مستهلكين حكماء، لأنه التجربة خير من يعني برهان. خير برهان. أكيد. فلما عم بيشوفوا المنتجات معي، عم بيشوفوا أثرها علي. يعني أنا بسبب الصحة، الوعكة الصحية اللي كانت عندي، أخذت وزن 10 كيلو زايد قبل ما أبلش أستخدم المنتجات. وطبعا الوجه كان نحيل. لما بلشت أستخدم المنتجات، وجهي اتحسن، لأني حسنت صحتي من الداخل بالمنتجات والمكملات وبالمنتجات الصحية والتجميلية من الخارج. فالكل بدأ يلاحظ علي، صاروا ام حافظ شو عم تستخدمي، وصارت هذه خير سفير لشغلي في الشركه. طبعا الحمد لله. هلا انا بقدر اورجيكم هاي العشاء تبعي، القهوه، وهذا المايكو فيجي مع السبايرلينا مع فطر الريشه مع الروب. طبعا هاي طاولتي اللي عليها المنتجات تبعتي، شايفينها؟ تحولت دكسينية ام حافظ. دي اكس ان، هدول هم طبعا المقشر، المعجون، الحمرات، القهاوي كلها، زمنت، فطر الريشة، عرف الاسد، اولفيتا، روسيل، مايكو فيجي، طبعا صديقي المورينزي، مجموعة الاوليفيرا، الصابون، مجموعة الجانوزي، كريم الشاي وزيت القانو. فانا وحده ما بقدر هلا استغني عن اي. وطبعا هي المورينزي الجديد، عشان اول ما يخلص القديم ابلش بالجديد. ممتاز. الله يعطيك العافيه ام حافظ. يعافيكم، وانا بتشرف فيكم. وفعلا دي اكس ان غيرت حياتي، ودائما بقول لاستاذه اسماء ولاستاذ ابو محمد، يا ريتني عرفتكم من زمان، يا ريتني عرفت دي اكس ان من زمان، بس دائما دي اكس ان مش تو ليت. يعني صحيح. أول ما نبدأ رح يكون ننطلق نحو السفير أكيد، وبإذن الله بمعيتكم. وتقدروا تسبقوا من سبقوكم. رسالة خير، ودائما يعني كملي هذه الرسالة لكل محبينك وكل معارفك إن شاء الله. أكيد بإذن الله تعالى. طبعا اللي بلاقي الخير مستحيل يبعد عنه، يعني لما الله بيرضى على الإنسان بيوفقه إنه يلاقي أسرة رهيبة وفعالة مثلكم، أسرة متكاملة. أنا اللي حبيته بدي إكس إن واللي شفته بجروبات دي إكس إن، أسرة متكاملة بكل الأحوال، حتى بأصعب الحالات اللي الأعضاء في منهم. أنا سأبت أول ما دخلت عضوة الله يرحمها توفت، شفت كيف الأسرة دي إكس إن كلها هبت. فعن جد شعرت إنه فعلا هذا مو شعارات، هذا فعلا أسرة، هذا شيء مطبق على الواقع. انا عم بشوف كيف انتم اسره معي، امتى ما احتجت شيء بلاقي النصيحه، بلاقي الاهتمام. فعن جد انا بحس اني على طول بالغربه بين اسرتي، اسرتي الكبيره اللي هي دي اكس ان، حتى اسرتي الصغيره صار حديثي معها عن دي اكس ان، متابعتي لها عن دي اكس ان. اخذتوا المنتجات اليوم، شوفوا انا افترحت دي اكس ان اليوم. ممتاز ممتاز، يعطيك الف عافيه. يعافيكم ويحفظكم الرحمن، وان شاء الله مع احنا شركاء النجاح، وانا بتشرف فيكم انتم معلمينا. الله يكرمك. جزاكم شكرا. الله خير. شكرا. شكرا ام حافظ، حياكم الله. شرفنا. انا تشرفت فيكم اكثر، ربنا اكيد راضي علي تعرفت عليكم. شكرا. شكرا جزيلا. تسلمي. الله يكرمك. جزاكم الله خير. استاذه اسماء، المايك معك اذا حبيتي تنهي هذا اللقاء الجميل بكلمه قصيره. والله يعني مثل ما بقول انا سعيده جدا في ام حافظ. من اول يوم انا شفتها حتى بقولها كنت بشوف فيكي مشروع دكسني ناجح. مع الوقت جزاك الله خير. أنا لا التوفيق. أعضاء دي أكس إن أو قادة دي أكس إن بتصير عندنا فراسة دكسينية،
فيعني اهتم بالمهتم. إذا وجدت عندك شخص مهتم بالدي اكس ان أو مهتم بأنه يطور نفسه يعني يرتقي بنفسه إلى الأفضل اهتم فيه، لأنه هو إحنا مثل ما قلنا إحنا عائلة. من مميزات دي اكس ان ما بتنجح لوحدك، أنت شخصيا لوحدك ما رح تنجح إذا ما كنت فريق متكاتف. ومثل ما تفضلت الأخت محافظ لأنها استشعرت وجود العائلة والترابط كلاتكم تنجحوا مع بعض. فالتكاتف مطلوب، التعاون مطلوب، الفريق روح الفريق لازم تكون موجودة. وبهذه المناسبة طبعا أنا يعني بشكر أخونا أبو محمد الأخ آدم اللي يعني ما بيقصر مثل يعني مثل ما ذكرت محافظ والكل أيضا بيشير إنه يعني كان معلومة أو مساعدة. فجزاك الله خير أبو محمد على كل الله. الوقت اللي أعطيتنا إياه والتعب اللي قدمته، إن شاء الله يكون بميزان حسناتك إن شاء آمين. الله آمين يا رب. آمين آمين. شكرا شكرا أم عبد الله، شكرا أم حافظ، شكرا لكم، جزاكم الله خير، ونراكم إن شاء الله في لقاءات أخرى إن شاء الله. شكرا، مع السلامة. جزاك الله خير، مع السلامة. في أمان الله. مع السلامة. في أمان الله. في أمان الله. الو، الو، مرحبا، عم بقول انه هي مش مسيحية، هلأ رح تخبص مين بده يقع وراها. فسأل اذا معاها um